ممكن ثلاثة أولود يا عم إبراهيم. اتفضل يا سهل. شكرا أوي. بس أنا عارف الحساب تقل، معلش. لا يا ابني خيركم سابق. إزاي الست الكبيرة؟ ما بنشوفهاش بقالنا كام يوم. والله تعبانة يا عم إبراهيم. لا سلامتها ألف بعد الشر. الله يحفظك. ربنا الشافي يا ابني. شكرا أوي. السلام عليكم. عليكم السلام. زينينا دلوقتي يا نبيل؟ بخير يا احمد، بس بعد الغدا جه الدور اللي بيديها تملي وبقيت محتاسه لوحدي مش عارفه اعمل ايه، لكن الحمد لله يا دوب لسه نايم. بلاش تصحيها، ده انا ما صدقت انها تنام عشان ترتاح. اجيب لك لقمه تاكلها يا احمد؟ ده انت طول النهار بره، يعني كنت كلت حاجه؟ سأل عليك ومشي. كان عاوز حاجة؟ ما قالش. دي حتى نين قالت لي يقعد يستناك مرضيش، وقالوا انه هيفوت عليك تاني. ده حسين ده طيب قوي وبيحبك. احمد قوم كل بقى. ما عنديش نفس يا نبيلة. عشان خاطر دي نينا لو عرفت انك ما اكلتش هتزعل خالص. نبيلة الخير يا سامي. ما شفتكيش طول النهار ليه؟ انت طول النهار شباكه مقفول. اصل احمد اخويا كان بره ومحدش دخل اوضته ولسه راجع. ست ثانيه. ايه يا اختي؟ هو انت طول النهار مالكيش شغل غير الوقوف قدام الشباك؟ مستنيه مين يعني؟ ابوك اسم النبحات اللي هيجيب لنا المعمر والمشمر وهو جاي؟ ما تخش يا دلع عايز تساعديني في حاجه. الله ما تروح الطيبه بقى وطيف الرهبه دول اللي مش عايزين يحمدوا. يلا يا حبيبتي. مسكينه سامي بتقاسي كتير قوي من مرات ابوها. سلامتك يا نينا. الله يسلمك يا حبيبي، انت كنت فين طول النهار؟ انا انشغلت عليك قوي. انت لسه ما اكلتش لقمه؟ دلوقتي حاكل. انت ازاي صحتك؟ الحمد لله، اللي يجيبه ربنا يا ابني كله كويس. ابوكي اللي كل ما يلاقي حاجه في البيت يسرقها ويروح يسكن فيها وبتقولي لي
وهيبة ماتت. ماتت ازاي؟ ماتت من غير ما اعرف. ماتت وهي زعلانة مني. أنا اللي موتها. أنا السبب في كل كده. حبيبتي وحيد. مين بقى اللي هيشتمني ويرهبني لما ارجع سكران كل يوم؟ مين اللي هيمشي بشعر عشان ابوك؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرها. يا حبيبتي يا وحيد. انا ما مش عاوز وبيبيعها ويذكر بيها، بس هي افتكرت ان انت كنت قاعد تذكر معاها. معلش يا احمد ما تزعلش. سامية انا مش زعلان، بالعكس انا زعلان عشانها، زعلان عشان ابوكي، وعارف هو بيذكر ليه. انا نفسي اعرف هو بيعمل في نفسه كده ليه، وبيعمل فينا كلنا. مش عارف يا احمد، مش عارف. مش وقت، انما لازم يكون في حل، لازم يكون في طريق عشان يتصلح ده كله. ابدا مفيش حاجه اسمتنا كده. لا لا لا، مش اسمتنا كده. انت لازم تستريح من الغلب ده، لازم ترتاح من العيشه اللي انت عايشاها. سلم عليك. لا نينا بتحبك قوي، ونبيل هنا ونزل يدور على شحاتة فندي. أصل الست بتاعته تعبانة شوية. أنا كنت عايزه في مسألة مهمة جدا. طيب تعال استنى يا حسين عبال ما يرجع. لا معلش أحسن يتأخر ولا حاجة، أبقى أفوت عليه وقت تاني. وزي تيزا دلوقتي؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. تعال سلم عليها يا حسين أحسن بعدين تزعل. لا معلش في وقت تاني أقدر أفوت عليها وأبوس إيديها. وإزيك أنت نبيلة؟ الحمد لله يا حسين. حسين ايه بس يا نبيلة؟ انا اسمي حسين بس، حسين حاف. طيب ما تزعلش يا حسين. هو اللي يشوفك يزعل يا نبيلة. طيب هترجع تاني تشوف احمد؟ ان شاء الله هرجع اشوفه. تمسي بالخير يا نبيلة. مع السلامة يا حسين. الله يسلمك.
مساء الخير يا حميد. قفشتك يا حلو. انا جيت لك البيت مرتين ثلاثه ما لقيتكش. انت بتروح فين يا راجل؟ انا جاي لك في موضوع مهم جدا. اسمع بقى سي. الموضوع ما فيه ان في سينما جديده فتحت. الله ريح ميزه. مالك مبوش كده ليه؟ ده الظاهر انك انت اللي هتحكي لي مش انا. في ايه؟ هو ده بقى يا سيدي اللي مخليك شايل الدنيا على دماغك وزاعق بالشكل ده؟ خليك مع الله. بكره تفرج، بكره تتعدي. خد سيجاره. يا حسين افهمني. لكن انت عندك حق. ليك عم كل ما تتعذر في قرشين تسافر له. ما عندكش المسؤوليات اللي على كتافي. مسؤوليات؟ مسؤوليات يا اخويا. هو ما فيش حد في الدنيا ام معينه غيرك؟ بكرة يا سيدي بإذن الله ربنا يشفيها وتبقى زي البومب. أما مسألة نبيلة فنبيلة لسه صغيرة. بكرة ربنا يعدلها لها ويبعت لها ابن الحلال اللي يتجوزها وريحها من خلقتك العكرة دي. أما سامية فسامية أنت اللي سايبها. إذا كنت خايف عليها صحيح اتجوزها. على الأقل ترتاح من قرف مرات أبوها وأبوها كمان. اتجوزها ازاي بقى؟ ما انت عارف يا دوب بناكل اللقمه نقوم نجيب واحده علينا كمان. خلاص يا سيدي استنى لما تتخرج وتشتغل وابقى اعمل زي ما انت عايز. بكره تفرج وتتعدل. بكره تفرج بكره تتعدل. استنى لما ربنا يفرجها. الكلام ده بنسمعه دايما وشبعنا منه. خلاص يا سيدي لا اله الا الله. خلاص يا سيدي بلاش لا نصبر ولا نستنى ويلا بينا نسرق وننهب ونقتل. هنعمل ايه يا سي احمد؟ العين بصيره والايد بصيره. اهو ده كلام فارغ. مين اللي قال الكلام ده؟ ده منطق العجز، منطق الجبن. اسمع احمد، انا ساعات لما بقعد اسمع كلامك بخاف منك. يتهيألي انك مجنون. نهايته. انا كنت عايز اقول لك ايه؟ ايوه. اسمع يا سيدي، في سينما في الشارع العمومي عايزة شبان علشان يشتغلوا كلاسير، فأنا عرضت نفسي وهشتغل بكرة. إيه رأيك بقى يا حلو؟ تيجي تشتغل معايا. 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه. ها؟ أهو بدل ما إحنا قاعدين لحد ما تفتح المدارس، وهي نوايا بتسند زير. يا حسين. نعم. أنت تقدر تشتغل شغل زي دي، إنما أنا ما أقدرش. ليه بقى؟ مالها؟ كلاسير ده يعني إيه؟ يقعد الناس ويقوم الناس ويستنى جنب الزبون لحد ما يديله بقشيش. بلاش يا سيدي تاخد بقشيش. يا حسين ما اقدرش، انا عارف نفسي ما ينفعش في شغله زي دي. مش بقول لك انك مجنون؟ يلا بينا نروح. يلا
خد الكردان ده وروح لخالتك ام هلال الدلاله وقول لها اننا بتسلم عليكي وبتقول لك خلي الكردان ده رهن عندك وهات لنا منها 6 جنيه. ام هلال يا نينا هنجيب فلوس بالفايض؟ يعني انا عايزه الفايض يا احمد، لكن العذر هنعمل ايه؟ قول لها تخلي بالها منه وحياتك، لانه ده عزيز قوي عليا، لانه الشبكه بتاع المرحوم ابوك. لكن انا عمري ما رحت لام هلال دي وما اقدرش هات يا نينا الكردان ونروح اوديه لها. خد القهوه. بتقول ايه؟ الفلوس السنه. ايه يا عملت ايه؟ ما انت شايف بيعت الوليه الغلبانه ام سيد عفش بيتها على 10 جنيه. والله جديد. دي مصيبه حطت علينا يا اخي. انا عارف ربنا ما بياخدهاش ليه ويريحنا منها. السلام عليكم يا ريس عبدو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امشي قطع لسانك، صلى الله ولا فالك، هي دي بداية المعروف.
جنيه ده احنا مولانا احنا كنا معذورين في 6 جنيه. 6 جنيه؟ هو ده معقول؟ طب هديك 5 جنيه لكن وحياة راس الست ننتك ما عندي غير كده. طيب هاتي زي بعض. طيب بقى انت اسمك وعلوانك لأمر على بال ما اجيب لك الفلوس. على نظام مخصوص في الاكل، حاجات مسلوقه، طيور، فواكه، لازم تاكل فواكه كتير، تفاح، كمثرى، واذا ما لقيتش تقدر تجيب لها علب فواكه محفوظه كومبوت، وبعد 15 يوم اي حد يتصل بيا عشان اقدر اجي اشوفها تاني. بالهنا يا نين. الله يهنيك يا حبيبتي. بقى كده يا احمد عشان رقدت يومين ثم تتخضوا عليا انتوا الاثنين كده. يا نينا احنا ملناش حد غيري. سلامتك يا نين. الله يسلمك يا حبيبتي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ولا يمتني الا ما اشوفكم متهنيين. بعد الشر عليك يا نين. بعد الشر عنك يا حبيبتي. احمد عاوز اكلمك كلمتين. قومي اعملي فنجان شاي لاخوك. حاضر يا نين. نبيلة يا أحمد. مالها؟ جالها عريس. راجل تاجر غني مبسوط. وبعدين؟ جاي الساعة 4 بكرة وعايزك تكون موجود. ونبيلة كمان قالت يستحيل أخلي العريس يشوفني إلا ما يكون أحمد أخويا موجود. والنبي يا حبيبي ما تكسرش بخاطرها. إحنا مالناش غيرك يا أحمد، أنت راجل البيت. ما أقدرش يا ست سامي، والله ما أقدرش. عشان خاطري يا عم ابراهيم اجيبهم لك بكره. يا بنت انا راجل غلبان وخالتك ما بترضاش تدفع ثمن اي سجاير ياخدها ابوكي. مالكش دعوه انت بخالتي، انا اللي هجيبهم والنبي يا عم ابراهيم. انا هتدفعهم منين بقى؟ ما انا عارف البير وغطاها يا ست ساميه. هستلفهم لك والله هستلفهم. ما اقدرش يا بنتي. ايه يا سامي؟ ايه يا عم ابراهيم؟ أصل
يا عم ابراهيم مش راضي يدينا علبة السجاير. سجاير لمين؟ لبابا، عشان طلب تمن علبة سجاير من خالتي وهيبة ما رجتش تديله، قام صعب عليا، فجيت اطلبها من عم ابراهيم ما رضاش يديها. طب عم ابراهيم خد يا عم ابراهيم. تعمل ايه يا قلبي؟ بشوف هلاقي شغل ولا لا. شغل؟ شغل ايه؟ لازم اشتغل وحدي، تعرف دلوقتي بابا ما بقاش منه فايده، وخالتي تعبانه ومش قادره تعمل حاجه. بس يعني انت هتشتغل ايه؟ اي حاجه بس اقدر اساعدهم. هما البنات اتخلوا عشان الشغل؟ وماله يا احمد؟ ما كل الناس بتشتغل وتلاقي شغل. بس مش عارفة ليه انا اللي بختي نايم معرفش. معلش لازم في طريقة تريحنا كلنا، وانا لازم الاقي الطريقة دي. ازاي يا احمد؟ مش عارف. مش الاول تخلص تعليم بعدين كل شيء؟ تعليم؟ ما هو تعليمي عايز فلوس، كل حاجة في الدنيا عايزة فلوس، انتي وخالتي وابوكي وانا وامي واختي كلنا عايزين فلوس، مش كده؟ معلش يا احمد، بكره ربنا يعدلها. يعدلها؟ ما بيعدلهاش ليه؟ مستني ايه؟ احمد ده ربنا كريم يا احمد. بأمارة ايه؟ الغلب اللي احنا عايشين فيه؟ تصوري الفقر الازلي ده يجبر امي على انها تبيع اختي لراجل ما بتحبوش لمجرد انه غني وعنده فلوس. وحسين ده بيحبها من صغره. حسين يروح يقشر دورة بقى، ما يروح عايز الضحك بيا. مش معنى انت عايزه تشتغل عشان تساعدها. معلش يا احمد متزعلش، انا ما بحبش اشوفها زعلان ابدا، وانا كمان برتاح قوي لما بكون معاك وببقى مبسوطه خالص. الدنيا مش سايعاني من الفرح. ايديك ساقعه كده ليه يا حبيبتي؟ لينا لينا يا روح لينا، في حاجه؟ لا مفيش. طيب يا حبيبتي روح يلا خد الشاي وقدمي بايديك الحلوه دي لعريسك. والنبي يا بنتي فتح طيب بين علي وابن حلال. احمد مش تيجي تقعد مع الراجل ده قاعد لوحده؟ وانا هعمل له ايه؟ تيجي اعمل له ايه؟ ابني ده في بيتك. انت عارفاني كويس، ما اقدرش اجامل واحد ما اعرفوش ولا شفت خلقته قبل كده. بس يقول علينا ايه؟ ما عندناش راجل. دي مسألة هداء واسم ووظيفة. اهلا وسهلا يا ست هاني، اهلا وسهلا. اما اقوم اروح المطبخ اساعد العروسة واشوفها بتعمل ايه. اهلا وسهلا. ابني احمد اكبر من نبيله بسنه، يعني فوق الرصبه بالظبط.
محروس بقى بيشتغل ايه؟ اولا انا مش محروس، انا احمد. ثانيا ما بشتغلش. احمد خليك يا نين. ابو حميد يلا يا عم بقى نخرج. ما تزعقش. ليه؟ عندنا ضيوف. ضيوف؟ طب احنا مالنا ومالهم؟ احنا عايزين نتفسح عن ارض النهارده. ايوه بس لازم نقعد معاهم وبعدين نبقى ننزل. امرك يا سيدي، بس مين الضيوف دول؟ هتشوف. تعال اسمع ما اقولك. خد دول خليهم معاك. ايه ده؟ دول 3 جنيه. انا عارف ان حالتكم كانت صعبه اليومين اللي فاتوا دول، عيا ودكتور ودواء. الله ما تقطعش بقى، الله خدهم وبلاش قلاطه. انا بقول لك انا قبض النهارده، انت دفعت اجره البيت؟ ابدا يا حسين، الوليه ام سيد نبى تحجز علينا. يخرب بيتها، خلاص خدهم اديهم لها لحد ما تدفعوا الباقي، انا متاكد انها تتمنى. يلا. وكنا بنشتري القطنبلات دي الخرده العشره ب 200 جنيه ومفتبتهم ونبيعهم انقاض ب 4000 جنيه. بس اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ ازي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله يا ربنا. الحمد لله. الاستاذ حسين عادل صاحبي وزميلي صديق الطفولة. أهلا وسهلا. هو ونبيلة أختي متربيين سوا. شرفنا يا أستاذ. نبيه أفندي. لبيب بيه بياع خردة جاي هنا عشان يخطب أختي. تشرف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اللهم صل على كامل النور. بسم الله ما شاء الله. اهلا يا مدمزيل. اقعد يا نبيله. اتفضلي يا مدمزيل. اتفضل. دي نبيلة عاملة لك الشاي بإيدها. من يد من أعدمها يا مدام. اتفضل يا حسين. لا متشكر يا تيزا، ما أقدرش. أنا عندي مشوار. الله، بس اقعد تشرب شاي نبيلة. ما أقدرش، ما أقدرش. أنا نازل يعني. فين؟ رايح فين؟ أنا هستناك في الأب. مش كان يقعد لما يشرب الشاي؟ افتكر كلنا عارفين نزل ليه. يظهر انكم اصحاب قوي. انا شايف انك كنت عايز تنزل معاه، ما كنتش عطلتك. فعلا. طيب اتفضل خد راحتك، اصل انا كنت عايز اكلم الست والدتك كلمتين. اتكلم معايا انا. اصل بقى الست ام زينب دي معرفة قديمة قوي وست طيبة، وأنا والله العظيم أعزها جدا. في يوم من الأيام جاتني وقالت لي يا لبيب في. اسمع يا فندم، أنت شفت أختي قبل كده؟ لا والله دي أول مرة أشوف حضرتها، حتى سألت ست أم زينب. وعجبتك طبعا. طبعا يا أستاذ، دي الست نبيلة جمال وجمال وأدب. الله، دي تعجب الباشا. أنا عارف، لكن تفتكر انت تعجبها؟ والله اصل اسالها انت. عاوزني اسالها؟ اي هسالها. نبيلة تعالي هنا. الافندي ده بيقول انك عجبتيه وعايز يتجوزك، ايه رايك؟ انت تشوف انت ونينا. انت اللي هتتجوزيه مش احنا، ايه رايك؟ انا ما اعرفش حاجه يا احمد. انت شايفة ايه؟ احمد اللي تشوفني. يعني قبلك تتجوزيه؟ ايوه قبلك اتجوز. طب اسمعي رايي. اسمع يا جدع، انت افتكر انت فاهم كل حاجة مش كده؟ والله انا مش فاهم حاجة خالص. أنا هفهمك. أنت عندك ولاد؟
افتكر الست ام زينب قالت للست والدتك كل حاجه. انا ما هو ولادي عايشين لوحدهم بره. اكبر ولادك قد ايه؟ لا دي بنت فكريه عروسه عندها 17 سنه. يعني قد اختي؟ مش عيب عليك عايز تتجوز واحده قد بنتك؟ والله انا كنت فاكر انك تقدر تشتري بنات الناس بفلوسك، تقدر تدوس على الفرق الكبير اللي بينك وبينها في السن وفي الشكل عشان فلوسك. لا يا حضرت العنوان غلط، دور في مطرح تاني مش في البيت ده، انت فاهم؟ ومش اختي انا بالذات. لا خلاص في الحاله دي بقى انا تبقى انست وشرفت ومع الف سلامه. ايوه لكن مع الف سلامه. اتفضل انت والست اللي معاك. عيطت ليه؟ زعلانه عشان خلصتك من اللوح ده. انا اللي زعلانه يا احمد، دي عامله تعملها يا ابني واعمل اكتر من كده. انا ما اقدرش طول ما انا عايش اسيب اختي تتباع بالشكل ده. تتباع؟ ومين اللي هيبيعني بيها؟ دم زينب بتزن على راسي بقالها اكتر من سنه وانا مش عايزه. لكن ايه؟ ما انت عارف يا احمد، من يوم ما خلصت المكافاه بتاع المرحوم ابوك واحنا متضايقين قوي، والحمل تقل علينا وانكسرت قبره البيت، فافتكرت ام زينب بعت لها قلت لها خليها تبعت العريس. ما هو جه تقبل انت تدي بنتك لواحد بالشكل ده؟ انا لما عيد المدة وتقل عليا الحياة وشفت الموت بعينيا خفت لا اروح واسيبكم في الدنيا لوحدكم. بعد الشرقانين ما تقوليش كده، انت راجل ربنا يطول في عمرك ما خافش عليك، لكن نبينا وليا صعبان عليا اسيبها كده، كان نفسي اشوفها مرتاحه بيتها. لكن النصيب في كده. رنينة اختي لسه صغيرة، تقدر تستنى حسين لما يخلص تعليمه وتتجوزه، هما الاثنين متربيين مع بعض بيحبوا بعض من صغرهم. ان شاء الله يا ابني ربنا يقدم اللي في الخير. اصبر معايا يا ابني، ما تفضحناش كلامي.
على شغل. ولقيت يا تلعبي؟ ما لقيتش. ضغط ورجلي تعبت من لفه طول النهار. فالحه كانت خيبه انت وابوكي. هتطلعي لمين يعني؟ وما لقيتيش شغل ليه يا حبيبتي؟ ناقصه ايه؟ ناقصه راجل؟ ما كل الناس بتشتغل. اشمعنى احنا اللي الهم حاطط علينا من بدري؟ وانا هعمل ايه؟ انا حاطه على نفسي ما خليتش حته فيها شغل مره ثانيه. اهو ده اللي انت فالحه فيه، الزعيق والعياط والدلع. ما تشوفي خدت ابوكي اللي من يوم ما اترفض هو قاعد متخمر ليل ونهار. ما تشوفي العيال اللي هز حالي. ما تشوفي الغسيل اللي عمال اغسله للنيس وهو ما بيسمعش. والله لولا العيال ما كنت طفشت ورحت في 60 داهيه. كفايه خالتي كفايه. ازاي مش كويس عشانك؟ قولي لي بس اعمل ايه؟ انا مستعد اعمل اي حاجه واجيب فلوس. اسرق اخدم ابيع نفسي واجيب لك فلوس انت واخواتي. مستنيه يا اختي؟ مستنيه لما العيال يموتوا من الجوع؟ مستنيه لما اختك العيانه تموت وبتقولي لي اعمل ايه؟ اعملي اي حاجه، هاتي فلوس باي طريقه. الله، ما كل البنات اللي بتشتغل يا هانم. بكره
روحي قولي لها عم سالم بيقول لي بكره. قالت لي ما تتنقليش الا لما تاخدي منه الفلوس. بتقولي يا ترى العقلها ايه؟ عاوزه تجيبي الحاجه امبارح وتاخد حقها على طول؟ الدنيا طارت، هي عاوزه تسف الدنيا مره واحده. وانا مالي يا عم سالم انت بتزعق لي ليه؟ وانا ذنب ايه ما هي بتبهدلني لاخرى؟ اسمعي يا قمر، روحي انت دلوقتي والراجل بتاع سكانته هيجي الساعه 4. تيجي انت الساعه 4 ان كان جاب الفلوس خديهم، ما جاش هاخدك من ايدك. نروح نجيب الفلوس ونرجع طوالي. يلا يا شباب. عم سالم يخليك الساعة 4. الله يعافيك ولا يعافي اختك. اعوذ بالله، البنت دي معذوره مع اختها. مفيش داهيه تيجي تلمها ريحها وتريحها منها. انت طول عمرك بتشتغل في الطباية، اشمعنى الشغلات اللي هتعمل عليا فيها معلم ازاي؟ خد اختيتي ده معلم معلمينك. اختيتي طب خش قدامي خش. طب حكايتك انطبعت قبل ما اشوف خدمتك. معايا علبة سجاير ذهب بتاعت المرحوم ابويا وعايز ارهنها عشان معذور في قرشين.
علبة سجاير؟ أنا ما برهنش علب سجاير. ذهب بتقول؟ ذهب، كلها ذهب في ذهب. وريني يا ابني. يوه، أنت مربطها كده ليه؟ خايف تحسن تقع تتكسر مني. خد يا ابني، أنا مش عارفة أحلها، شوف أنت. الله، أنت إيديك بتترعش كده ليه؟ اوعى تكون سارقها. مش هنا ولا ايه؟ انا عمري ما جيت وما لقيتهاش هنا. معقول؟ دي لما بتخرج بتخلي اختها قمر في البيت، ولما بتخرج قمر بتفضل هي. يكونوش نايمين. بقى كل الخط ده وما يسمعوش. انا كنت عاوزها ضروري. اعمل ايه دلوقتي؟ امبارح قلت لها، قالت لي تعالى بكره بعد الظهر، والساعه بقت 4:30. استنى خبط انا كده شويه. الراجل بتاع العيش جنب باب البيت، او بيشوفهم وهم طالعين وهم نازلين. استناك انا، استنى نشوف تاني. يا راجل انزل معايا نشوف تحت، تسأل الراجل. يلا.
تطلع فكرة يا سيد. طب والله العظيم ملعب. ايه؟ ولا بشكلك كده حلو قوي. طب انا هدي لك وش في الصلاة. هنتفرج على عيننا ولا ايه؟ تعالى. يا رب سقط عليك النبي يخليك يا نبيلة يا بنتي ويهديك يا احمد ويكفيك شر المخبي ويبعد عنك ولاد الحرام. ابعد عن اسم احمد حسني ساكن فين؟ احمد حسني؟ اه بيته اهو. منزل احمد حسني؟ ايوه. ليه؟ مطلوب في الاسم. هو عمل ايه؟ ما اعرفش. حضرتك بتبقي مين؟ انا اخته. طب انا عاوزه حالا. وانت كنت بتروح عند ام هلال ليه يا امين؟ انا ما اعرفش ام هلال دي ابدا، والله العظيم عمري ما شفتها ولا عملتها في حياتي يا سعاده البيت. احنا كنا بنبيض الشقه اللي تحتها، ما اعرفش حاجه ابدا، بس لقيت الحكومه كتبت كده والزميلي فتشونا وجابونا هنا حبسونا بالسبب بتاع سعاده البيت. انا راجل غلبان مظلوم يا سعاده البيت مظلوم. الصورة دي تعرفها ولا لا؟ عارفها يا بيبي. جبتها منين؟ تقدر تقول لي ازاي لقيناها في جيبك؟ دي لقيتها يا بيبي. لقيتها فين؟ في الشكمجية بتاعت ام هلال؟ لا لا انا ما اعرفش ام هلال دي خالص. انا لقيتها في الشارع بتاعت البيت. علي شارع؟ اتكلم انت. انا هقول لك الحقيقة. انا ما لقيتهاش في الشارع. انا لقيتها في الشقة اللي كنا بنبيضها. انا قلت نزلت انا وسيد زميلي وبعدين طلعنا. نزلنا وبعدين طلعنا. بس لقيت الاسوارة دي ورا الباب واقع. واقع من مين؟ ما اعرف والله العظيم ثلاثة ما اعرف. وانت؟ خليك مرتاح. سلامتك، انت تعبان ولا ايه؟ انا؟ لا ابدا. كنت تعبان شوي. انا اسمك ايه؟ احمد حسني. الله، هو انت؟ طب تعالى معايا. تعالى. ايه يا احمد؟ لما صاحبة البيت بتيجي تطالب بالاجرة المتأخرة بتتعدى عليها ليه؟ صاحبة البيت؟ ايوه. ام سيد؟ لا ابدا، انا ما
تعديتش عليها. حتى انا قلت لها انا هبعت لك الاجره لحد باب البيت. لا يا سيدي، دي عامله لك مذكره بانك اعتديت عليها وكنت عايز تضربها لولا انها جريت على السلم. على كل حال امضي هنا على المذكره دي، وتاني مره ما تتعرض لهاش، احسن هيبقى مش كويس علشانك، فاهم؟ امضي. انت بتترعش كده ليه؟ انت باين عليك تعبان قوي، امضي. مع السلامه. ايه كده ده؟ اسمه احمد حسني الطالب وساكن في حاره عمار نمره 6. احمد وحشني جدا. ان شاء الله ما تشوفش وحش يا سيدي.
لبيب والنبي لبيب بس من غير سين. يا سلام يا ما كان في نفسي اسمع الكلمه دي من شفايفك الحلوين دول، وكانت كل حاجه ماشيه عال لولا المحروس اخوك احمد. اه ده بقاله جمعه عيان. عيان ماله؟ عنده ايه؟ كف الله الشر. عنده حمى وحرارته مرتفعه قوي وبيهلوس يقول كلام محدش فاهم منه حاجه. لا بعد الشر عليه، ما هو دايما يهلوس كده حتى من غير عيان. فاكره اخر مره كنت عندكم؟ فاكره الكلام الفاضي اللي قاله ده؟ حتى شتمني وطردني. طيب ما تزعلش منه يا لبيب بيه، اصله بيحبني قوي وكان فاهم اني مش عايزه اتجوز. وانت صحيح مش عايزه تتجوزيني يا نبلبل؟ امال انا جيت هنا ليه؟ دي حتى نينا قالت لي روحي له ولازم تخليه يتفضل. كده لا، ده انا يبقى لازم اتفضل على طول، خصوصا ان اخوك عيان، لازم نزور ونقوم بالواجب. الو انت؟ انا مرسي. الو قول للشوفير يحضر العربيه. اه السواق. ايوه اتفضلي. اهلا وسهلا اتفضلي، يلا بينا، احنا مستنيين. ايه؟ اهلا وسهلا يا ميس، صلاة النبي احسن. اهلا وسهلا. هي الأولى ما دخلتيش الجروب ليه؟ أنا جايبة لك صاحبتي اللي كلمتك عليها ليلة امبارح أهي. آه هي دي؟ هاي اسمك إيه يا شاطر؟ تامر. اشتغلت فين قبل كده؟ لا دي لسه خام، مش أنا قلت لك إن أنا قابلتها امبارح عند زهيرة وكلمتها عشان تيجي تشتغل هنا؟ آه طيب دوري دوري يا شاطر ما تخافيش، دوري يا حلوة دوري. قولي لي بقى، تعرفي تغني؟ ترقصي؟ ما هو البركة فيك أنت بقى يا أستاذ. كويس. طيب خديها معاك البروفة تتفرج. استني، الشغل بالليل الساعة 8 بالظبط. أي تأخير في غرامة. وهعمل لك 8 جنيه. إيه رأيك؟ كويس؟ دغري الفتحة طبعا، كل كاس ليكي فيه 8 ساعات لغايه ما تتردحي كده وتشوفي شغلك كويس هزودك. مبروك. ميرسي قوي يا استاذ علي، ربنا يخليك. لا مفيش حاجه، مع السلامه. قولي هما كل البنات بيجوا الساعه 8 الشغل؟ اه يا اختي، بس يبقى حافظي على المواعيد. اه طبعا. طب ونخلص الشغل الساعه كام؟ يعني نروح منه امتى؟ حسب التسهيل، في شغل الكباريه نروح الساعة 3، الساعة 4، ما نروحش خالص، ويمكن نروح الساعة 2 في الميعاد. خبر اسود، طب اروح حتتنا متأخرة. حتتكم؟ حتتكم ايه؟ انت هتيجي معايا البنسيون. اسمعي، بعد ما نخلص البروفة هاخدك معايا على البنسيون أجر لك الأوضة اللي جنبك. أوضة رخيصة وكويسة وقريبة كمان من الشغل. يلا حبيبتي يلا على البروفة. قال حتتكم قال. اموت انا في العينين الفارغه دي.
خايفه مني ولا ايه؟ اصلها بتخاف. بتخاف ليه؟ هو انا بعبوع وبتتكسف. تتكسف وبتفتح. تفتح؟ ده انا افتح لك اجدع راس تعجبك وعلى كل جرسون. هات شبان يا جرسون. واسلوبه ايه الخوف ده؟ انا راجل طول عمري جدع واللي خالق. ترى ايه يا سامية؟ مش بطل الخشه ده، بتردحي بقى امال. ايوه قولي لها كده، انت بتسلطنه اكتر منها الله يخرب بيتك. الله، ما هو على راي المثل يا معلم، اصل اللي اختاشه بعد الشر يا سيدي. اخفى عليك يابا يا على لسان. يوه، هو انا قلت حاجه؟ ده مثل. يلا اشربي معانا برميل. نبي تبرميل يا سيدي، نبي تبرميل، نبي تبرميل. لازم اخد عطا، لازم اخد عطا. سامية، 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 لازم اخد عطا. Thank you.
شايفه يا فيفي البنت بقى لها 15 يوم بتشتغل ومش عارفه تحط الاصبع الاحمر على بقها. يا حسني يا حسني، ايه هو يا اختي ده؟ هو كل من هب ودب عاوز يشتغل ارتست زينا، وقال ايه عايزين يطلعوا في السالمة. انا عارفه يا اختي بيلموهم منين دول. طب يلا يا اختي انت وهي، يلا يا اختي يلا امشي في شغلك. ازيك يا احمد؟ وحشتيني وحشتيني قوي والله. وانت كمان. انا اصلي كنت عيان. سلامتك يا احمد. خالتي وهيبه قالت كنت نفسي قوي تشوفي لكن اتكسفت. خالتك وهيبه؟ ايوه. لكن انت مش خلاص سبت البيت والحته؟ انا يا احمد في حد يسيب حتته؟ مش معقول. انا كل يوم باجيها بالنهار عشان اشوف خالتي واخواتي وعشان شحات. افندي قال لي على كل حاجه وقال لي انك سكنت في بنسيون. مين ساكن معاك هناك؟ ولا حد يا احمد والله، انا ساكنه لوحدي. سكنت في البنسيون ده عشان بشتغل كل ليله بالليل وبتاخر، وعيب يا احمد اجي الحته متاخره. وليه عملت؟ ليه عملت كده بنفسك؟ انا اعمل ايه بقى يا احمد؟ سيبي ربنا عاوز كده. سيبي ربنا في حاله. ما كانش في شغلة تانية غير كده؟ ما كانش في شغلة تانية غير كده؟ انت تقعدي تشربي خمرة مع الرجالة؟ لا يا احمد، انا ما بعملش حاجة وحشة. انت عارف انا عملت كده عشان بعد ما شفت اخواتي قدام عينيا وابويا وخالتي بيموتوا كل يوم، ممكن اعمل ايه؟ ما كانش في طريقه غير كده يا احمد. انا لقيت شغل غير دي وما اشتغلتش. انا ما لقيتش حاجه يا دوم. انا عارف موقفك كويس، مفيش حد في الدنيا فاهم ظروفك زيي. لكن صحيح ما اذيتيش حد، انما اذيتي نفسك. هنا انا. الله الله، ساعة دلوقتي سايبة الزباين في الصالة وقعدت تسايب هنا. يبقى مين حضرتك؟ ده واحد قريبي وجاي عشان يقول لي على حاجة. مش هنا يا حضرة، هنا مكان شغل. عاوز تقول لها حاجة قابلها في الشارع، روح لها البيت. وانتي اتفضلي تشوفي شغلك. مع الزباين عاملة لي جد، وهنا عاملة لي قاعدة. والله علينا فتاحت قوي. يبقى من عايز تسهر بره، اخد لك هنا كاس معاك.
علشان تثبت احاديتك. وامتى اكتب الطلب؟ حالا. بس
بعد ما تجاوبني على سؤال واحد لو سمحت. انت رحت شقة ام هلال بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. عاد لو جاوبتني على سؤالي تبقى خدمت التحقيق خدمة كبيرة. وانت داخل على بيت ام هلال تحت الشقة بتاعتها كان في شقة فاضية، شفتها طبعا وانت طالع. الشقة دي كان فيها اتنين نقاشين بيبيضوا. لو شفت الاتنين نقاشين دول تقدر تعرفهم؟ نقاشين؟ أنا ما شفتش نقاشين. أنا شفت ناس بتعزل من الشقة. يظهر إن أنا لخبطت في الموضوع. عندك حق. أصل يوم القتل كان فيه نقاشين. ما كانش فيه عزال. أنا آسف. العفو. على كل حال ما يكونش عندك فكرة. لابد ما هنعثر على القاتل وترجع لك فيه. الله، وانتوا لسه ما قبضتوش على القاتل؟ امال الجرايد بتقول كل يوم ان كنتوا قبضتوا على ناس كتير. ده صحيح والتحقيق مستمر، انما انا مقتنع 100% ان القاتل مش منهم. غريب، مش عرف. ده بقى سر المهنه يا حسين، ما اقدرش اقول لك عليه. طبعا احيانا المجرم بيسيب بصمات صوابعه، بيسيب اي اثر يخلي من السهوله ان احنا نستدل عليه ببساطه. ايه مالك يا احمد؟ الدنيا حر هنا، اجيب لك حاجه ساعه؟ لا بس تعبان شويه، عندي صداع. لا باس عليك يا احمد، الف لا باس. تحب اوصلكم؟ انا اصلا رايح المحافظه. لا متشكر قوي، بس الطلب لسه ما كتبتهوش. الطلب؟ لا الطلب مستعجل عليه ليه الطلب؟ هنشوف بعضنا كتير يا احمد. النهارده الخميس، الجمعه، تجيني يوم السبت وتقدم الطلب. اوعى تنسى، بعد بكره ضروري تجيني. مع السلامة. مع السلامة يا حسين. الله يسلمك. خد رول. وبعدين معاك يا احمد. انت اقل حاجة تأثر في أعصابك بالشكل ده. بقول لك ده بيشك فيا، ده كان ناقص يتهمني. اما انت ليك افكار غريبه صحيح، الراجل ما غلطش معاك في حاجه ابدا. طب ما شفتش كان بيكلمني ازاي؟ كان بيبص لي ازاي؟ لا ما شفتش. تبقى اعمى. ده كان بيحلق لي بعينيه، كان بيخوفني. هيخوفك بتاع ايه؟ هو انت اللي قتلت ام هلال؟ وانت كمان بتقول كده؟ هو حد قال كده تاني؟ انت رحت له بطلب قال لك تعالى يوم السبت. فيها ايه؟ طب ليه ما خلينيش اكتبه ساعتها؟ ليه عايزني تاني يوم السبت؟ ما كانش فاضي. وراه شغل زي ما قال. هو ده مش شغل. اسمع، انا عارفك بتدافع عنه عشان قريبك. هدافع عنه ولا عنك بتاع ايه؟ لا اله الا الله. انت بينك وبينه حاجه؟ اساله هو، اسالني انا. طب ما شفتش لما كان بيسالني عن النقاشين؟ انا اعرف نقاشين؟ انا ما شفتش نقاشين. يا سيدي الراجل ما اعتذر لك. الجدع غلط، فيها ايه؟ أنا هو مش معرض للغلط زي كل الناس. لا مش لازم يغلط. هو يعني هيخوفني؟ لا انا ما اخافش من حد ابدا، فاهم؟ ما اخافش من حد ابدا. والله انا اللي بخاف منه. انا مش قلت لك انك مجنون؟ مجنون والله. ومروح استريح. انا رايح السينما عند شغل، ولا تيجي معايا؟ لا مش حاجة معاك. صلح المزه قوي، يبقى نضيف ويطلع بالمطلوب عنك.
اتفضل يا بيه. أجر الشقة نبدأ اللون اللي حضرتك تحبه. أنا أسكن هنا؟ أنت عبيط ولا شكلك كده؟ أنت هتقبح معايا ولا إيه؟ إذا كنت مش هتأجر الشقة جاي هنا ليه؟ ما تزعلش يا راجل يا أبويا، أنا جاي عشان أشوف الشقة. جرالي ده بقى انه سكران. يلا اخينا اتطرق بقى، خلينا نشوف شغلنا. مسحت الدم اللي كان في الارضيه. دم ايه يا جدعان؟ قصده دم ايه؟ دم القتيلة اللي كانت هنا. هو مش عرفه ان الدم كان موجود هنا؟ لا صحيح. استنى يا جدعان، اسمع. ايه ده يا حضرتك مش عاجب؟ تعال يا جدعان، انت فاكر ايه؟ الراجل ده طلع في مناوشنا وسالنا سؤالات غريبة، انتوا هتغيروا لون الحيطان؟ فين الدم اللي كان هنا؟ انا الراجل ده مش مستوثق منه ابدا. لازم نوديه القسم. حيطان ايه ودم ايه؟ هو كان فين؟ فوق شقة القتيلة. غلان انت هتعمل ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز اروح. شايف وسكران كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. هو الغلطان كان ماشي تروح قدام العربية، ما لحقتش افاديه. سكران ما تحركش مكانك. تبرز عربيتك كام؟ لا حول ولا قوة، ما تعرفش الراجل ده؟ لا والله. شد حيلك.
بابا مات يا احمد. الله يرحمه. تريح. وهي دي كانت عيشه اللي كان عايشها. زمن وحش وناس وحشين. وخالتك كانت مضايقاه، كانت مطلعه روحه. لا يا احمد لا، خالتي مالهاش ذنب. دي غلبانه. انت عارف ان بابا هو السبب في كل اللي جرى لنا. الله يسامحه بقى. انت هتدافعي عنها؟ انت ناسيه اللي كانت بتعمله في ابوكي؟ ناسيه اللي كانت بتعمله فيكي؟ ناسيه انها السبب في البهدله اللي انت بتبهدلاها دي؟ لا يا احمد لا، مش هي. انا لوحدي، انا المسؤول عن اللي حصل. انا كنت بشوف كل حاجه. كنت بشوفها وهي بتزعقلك. مش ممكن انسى الليله اللي نزلت فيها وانت معيطه ورجعت لها بفلوس. لا لا يا احمد، هي ما كانش قدها ان انا اعمل كده، ولا انا كمان، ولا انا ما كنتش عارفه. بس مفيش حد هيرحمك. مفيش حد هيقول انها عملت كده عشان اهلها. هيقولوا حاجه واحده بس، انك بقيتي ساقطه. لا يا احمد، يقولوا اللي يقولوه. انت عارف انا عملت كده عشان ايه وليه؟ عشان مين؟ عشان ابوكي وهو مات. ايه اللي زنقك على العيشه دي دلوقتي؟ واخواتي وخالتي هسيبهم لمين؟ مين هيربيهم؟ افرض انك سافرتي، افرض انك عيانه، افرض انك مش موجوده خالص، ايه اللي هيحصل؟ لا مش ممكن، مش ممكن ده يحصل. ربنا لازم يحفظني عشانهم، لازم يخليني عشان اكون جنبهم، عشان اكمل تربيتهم. انت مجنونه وهتفضلي تقتلي في نفسك، وفي الاخر مش هتلاقي حد جنبك. ربنا موجود. خلي ربنا بقى ياكلهم. اسكت. احمد احمد، انت ليه بتقول كده؟ ليه ليه يا احمد؟ ربنا ما خلقكش عشان تكبر بيه. لا. انت مسكينه. انا كنت زيك، شلت همي وهم الناس، هم امي واختي وهمك. حاولت اساعدكم كلكم، كانت النتيجه ان عملت افظع من اللي انت عملتيه. انت قتلت نفسك، انما انا قتلت. قتلت؟ انت بتقول ايه؟ قتلت ايه؟ ما بتقولش كده. بكره تعرفي، بكره كلكم تعرفوا وهتشوفي. محدش هيقف جنبي، انا بس اللي هدفع الثمن. محدش هيشيل مني جزء من العقاب اللي انا بقى فيه. ما تخبيش عني حاجه، قول لي كل حاجه يا حبيبي. قول لي مالك وفي ايه. هقول لك ايه؟ كفايه اللي انت فيه. هقول لك ايه؟ هقول لك ايه؟ عندك مصحف؟ ليه لا يا احمد؟ هو كتير ان يبقى عندي مصحف؟ المصحف ده يا احمد هو السدر الحنين اللي بلجأ اليه لما الدنيا تضيق في عيني. أنا بحس براحة واطمئنان لما أقعد أقرأ فيه شوية. أحمد، أنا حاسة إنك تعبان ومتضايق. لو قريت فيه هترتاح. خد اقرأ فيه يا أحمد. أقرأ لك أنا يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم. ماشي.
الظاهر ان خالتك عيانه. مالها يا عم ابراهيم؟ في حاجه في البيت؟ هي بخير يا ست ساميه، بس يظهر انها تعبانه شويه. بتصرخ وبتضرب في العيال وبتكسر في العفش، وكانت هترمي نفسها من الشباك لولا الجيران لحقوها. طلبنا الاسعاف وقلت اجي لك عشان تيجي تتصرف. هتأذي العيال، فخدوها المستشفى احسن. جننت بكره تخف يا فندم. طب اخواتي راحوا فين؟ اخواتي خدتهم عندي، سمعتها وهي بتضربهم وهم بيصرخوا. تعال شوفيهم وطمني عليهم. يا احمد يا خينا، انت يا خينا كده اللي ماشي ده كان بيسأل عليك صح؟ انت تعرفني؟ تسأل عني ليه؟ عايز مني ايه؟ اقول لك انت تعرفني؟ ايوه اعرفك، واعرف عنك كل حاجة. تعرف عني ايه؟ اعرف انك قاتل. كويس اوي، لكن ما قلتليش كنت رايح شقة ام هلال ليه؟ ما هو اصل انا ساكن في نفس البيت، ويومها كنت راجع من الشغل ورايح على البيت، بصيت لقيت الجدع ده خارج بيجري واتص فيا كده، وكان بيجري وراه الاتنين نقاشين اللي كانوا بيشتغلوا في شقه القتيله، وكان سكران وبيهلوس. واحد اسمه احمد حسني عاوز يقابل سيادتك يا فندم. هو ده يا فندم، هو اسمه احمد حسني. طب خليه يستنى بره، ما تخلوش يمشي. حاضر يا فندم. اللي بقى كل حاجه بالتفصيل. اتفضل سريع، لينا شغل دلوقتي وهيقابلك كمان شويه. اتفضل. طب امشي انا وبعدين ابقى ارجع له تاني. لا لا لا، ده هو قال لازم حضرتك تستنى. اتفضل سريع. عشان يسافر له هو ولا هساه. الراجل عيان في العزبة، وانت عارف ان مفيش حد له في الدنيا ابدا غير حسين. فهمه كده، انت صح. قول له ان ده عيب كده ولا لا؟ طبعا حاضر هقول له. انا وحسين صحاب قوي قوي قوي. انا عارف. اتفضل حضرتك، انا هستأذن بقى. يا اخي اقعد اقعد، مستعجل ليه؟ الواحد ما بيصدق يلاقي صديق يقعد يدردش معاه. كل يوم تحقيقات واستجوابات. القضية كانت معقدة قوي، وفجأة القاتل اعلن عن نفسه وقال انا اهو. قضيت ايه يا فندم؟
قضية أم هلال طبعاً. تنسيت ولا إيه؟ دي أهم قضية بنحقق فيها دلوقتي. فيه اتنين اتقتلوا. والقاتل لا يزال حر طليق. وبيتحدانا. تصور. يروح شقة أم هلال. يلاقي المبيضين بيبيضوا. يسألهم على مكان الدم. ويشاور لهم على نفس المكان بالمظبوط. دي منتهى الجرأة. عرفتوه يا فندم؟ قصدي مسكتوه؟ لا. بكل أسف هرب. إنما هروح فين؟ أصل في واحد شافه يوميها. مشي وراه لحد ما عارف اسمه بالمظبوط، وعارف هو ساكن فين، وجاني وقال لي على كل شيء. اللي فاضل دلوقتي إني أواجههم هما الاتنين ببعض. الراجل ده عندي في الأوضة هنا. أستأذن أنا بقى فندم. والله يا أحمد كنت بقول لو تستنى لما استجوب الراجل ده قدامك، يمكن من الأوصاف اللي هيقولها تقدر تستدل على شخصية القاتل. لأنه بيقول إنه ساكن في الحتة بتاعتكم، ويمكن أنت تعرفه. أنا ما أعرفش حد وما شفتش حد ولازم أمشي. اقعد يا أحمد. أنت ليه عصبي كده؟ في خدمة هتقدمها لصديقك. أنا نفسي أشوف وش القاتل لما يقابل الراجل ده. ايه الحكايه يا شاويش؟ كده ده طالب النيابه وحضره الضابط امر نجيبه لسيادتك علشان عاوز يعترف. يعترف يعترف ايه؟ خدوه برا. انا اللي قتلت بيه، انا اللي قتلت. قتلت مين؟ قتلت ام هلال واختها بيه. مين اللي قالك تقول كده؟ قتلتهم ازاي؟ قتلتهم ازاي؟ ضربتها بالسكينه. والثانيه؟ الثانيه خلقتها. لوحدك ولا كان معاك حد؟ لا لوحدي، لوحدي ما كانش معايا حد. سيد بريء ما عملتش حاجه. سيد بريء. انا مش بسالك عن سيد. قتلتها ازاي؟ مين شافك كنت نازل على السلم؟ كان في ناس طالعين على السلم، وانا قعدت اجري ورا سيد عشان ما حدش ياخد باله، لكن انا اللي قتلت. انت كذاب. قتلت. انت ما قتلتش. ما قتلتش. ما قتلتش. بس لكن انا قتلت. افتكر اقدر استاذن انا بقى؟ مش فاضي. طبعا تقدر تستاذن يا استاذ احمد، لما هنتقابل تاني. مع السلامه. فرحانة بيهم قوي وعاملاهم شغلتها. سيدة طول عمرها قلبها حنين، ربنا يخليها لنا. وازيك انت يا سامية؟ انا جاي اودعك. تاني ليه يا احمد؟ يمكن ما تشوفينيش تاني. مالك يا احمد؟ انا الايام بشوف في عينيك حاجات غريبه، بسمع منك كلام مش قادره افهمه. متكونش بتشك فيا يا احمد ولا بتشك في شغلي. انا ساميه اللي عرفتها طول عمرك، اللي كانت دايما بتستناك في الشباك لحد ما ترجع. يا ساميه أنا مش ممكن أشك فيك مهما كان الجو اللي أنت عايشة فيه. لكن أنا
انا ما استاهلش حب اي انسان واولهم انت. لا يا حبيبي، لا ما تقولش كده، مش عاوز اسمع منك الكلمه دي. قول لي على كل حاجه مضايقاك. انا قطه يا حبيبي، انت نسيت قطتك. قول لقطتك كل اللي عاوز تقوله لي. يا ساميه، انا قتلت. احمد، قتلت مين؟ قتلت اتنين. قتلت ام هلال الدلاله لأني كنت مقتنع بأنها وحش آدم يجب القضاء عليه. إنما اللي بيعذبني أفظع عذاب، إني من غير شعور لقيت نفسي بقتل أختها الصغيرة البريئة. معرفش إزاي، معرفش إزاي. لا مش ممكن، مش ممكن. كان في إرادة فوق إرادتي أكدت لي إن كل مشاكلنا هتتحل بحاجة واحدة بس، فلوس. كان في منها كتير عند ام هلال، فلوس ميتة. قتلتها، قتلتها عشان انقذ حياة ناس تانيين. لكن القدر كان اقوى مني، اجبرني ان ادفن الفلوس دي في التراب تمام زي ما اتدفنت صاحبتها. اختها عملت ايه عشان تموتها؟ معرفش، شفتها قدامي هتفرخ بخلقتها. نعمل ايه دلوقتي؟ انا ههرب. هتهربي معايا مش كده؟ ما هو لو ما هربتش هيمسكوني، هيشنقوني. سلم نفسك، روح اعترف، روح اديهم كل الفلوس اللي انت خدتها وقول لهم، قول لهم ان انت كنت ما كانش قصدك تعمل حاجه، هم مش هيشنقوك. واتسجن؟ اقضي طول عمري في السجن؟ مش ممكن. مش احسن ما تتشنق؟ انت لازم تعيش. لا يمكن اتسجن، انا ما اقدرش على السجن، انا عندي اموت احسن. لا انا مش عاوزك تموت يا احمد، مش عاوزك تموت. اهرب واهلك هسيبهم؟ أنا لو اتسجنت هسيبهم. تهربي معايا لو بتحبيني. لا، طب واخواتي؟ سيبيهم، مش معناه أنا هسيب أهلي. إزاي أسيبهم؟ دول أطفال صغيرين، دول أمانة في رقبتي يا أحمد. ده كلام فاضي، أنا هتجنن. وجودي هنا بيفكرني بالجريمة، لازم أبعد، لازم أبعد. لا يا أحمد، أنت هتبعد تروح فين؟ هتبعد من مين؟ أنا كنت فاكرك بتحبيني، كنت فاهم إنك هتسمعي كلامي، لكن أنت ما بتحبنيش. لا أحمد، أنا بحبك أكتر ما بتحبني. بعيطي ليه؟ أنا ههرب لوحدي. أنا بعيط عشانك وعشانك. أنا كان قصدي أريحكم، أنقذكم. انت ما ريحتنيش، انت حكمت علينا بالعذاب اللي احنا فيه. اسمعي، واحد راح اعترف انه قتل، راح هناك اعترف انه قتل، دي فرصتي. لكن انت اللي قتلت، انت مش هو. وانا مالي؟ ما اعترف، اعترف. يعني يبقى واحد ثالث يبقى عاوز تموت ثلاثة، مش كده احنا؟ اعمل ايه؟ قولي لي، انا في ارضك. احمد، انت لازم تسلم نفسك يا احمد، مستحيل، مستحيل السجن. يا ريت تسجن معي، يا ريت.
فستان استاذ احمد. اهلا وسهلا. اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ افتكر حضرتك اللي طلبتني. هذا صحيح. شوف انت قوي ذاكره اكتر مني. انا كنت عايزك عشان نتكلم في موضوع. موضوع ايه؟ موضوع ام هلال. في موضوع تاني هنتكلم فيه؟ هو انا مالي ومال الموضوع ده؟ ما تبقاش عصبي، انا خايف العصبيه تضرك. ما تنساش انك طرف في القضيه. انا؟ طبعا انت. انت مش كنت هنا لما امين النقاش اعترف بانه هو القاتل؟ فعلا، لكن انا مالي ويعني؟ انا كنت فاهم ان ده يهمك. اذا بقى استعد للمفاجاه دي. امين النقاش بريء، مش هو اللي قتل. ازاي؟ اعترف؟ اه فعلا اعترف، انما ثبت من الكشف الطبي عليه انه مصاب في قواه العقليه واحيل للعلاج. لكن انا مالي ومال الحكايه دي؟ من غير عصبيه، من غير عصبيه يا احمد، وخليك معايا. يعني لازم في حد تاني قتل، مش كده؟ معايا في الموضوع ده ولا لا؟ معرفش، ما انا مالي، ماليش دعوه. تفتكر مين اللي قتل؟ وانا هعرف منين؟ كده؟ انا كنت فاكرك عارفه. لما انا عارفه كويس واقدر اقول لك عليه اذا حبيت. مين؟ انت. انت يا احمد حسني قتلت ام هلال واختها، كده ولا لا؟ لا، انا ما قتلتش حد. انت كذاب، انت كذب. بتشتمني؟ اهدى. ده عيب يا احمد. أنا زي أخوك الكبير، أنت لازم تعتذر. أنا آسف، ما كانش قصدي، لكن ما قتلتش حد. عاش. أنا مش عايز حد يسمعك بره. أنا بكلمك هنا بصفة ودية، مش بصفة رسمية. أنا بحبك يا أحمد. أنا مقدر كل ظروف حياتك وعارفها، وعايز أديلك فرصة عمر. في حسبة صغيرة أحب إنك تعرفها كويس أوي. أنا واثق ومتأكد إن أنت القاتل من غير ما تقول، وأقدر أقبض عليك دلوقتي حالا وأقدمك للمحاكمة، وعارف الحكم مقدما عليك هيكون إيه؟ الإعدام. قدامك طريقة واحدة بس تنجو بيها من العقوبة دي، وتستفيد من كل الظروف المخففة اللي وضعها المشرع في القانون، هي إنك تعترف. بالشكل ده تخلص من عقوبة الإعدام ويحكموا عليك بالسجن بس. انت دلوقتي شاب عندك 20 سنة، قول المحكمة هتحكم عليك ب10 سنين، 15 سنة برضه هتخرج من السجن راجل، تلاقي اهلك، تلاقي اصدقائك، تلاقي احبابك. انا بحبك يا احمد، صدقني ان دي هي الطريقة الوحيدة اللي تنقذ بيها حياتك. لكن انا ما قتلتش، ما اعترفتش. فهمني غلط يا احمد قوي، ما تبقاش عصبي كده. انا ما طلبتش منك انك تعترف دلوقتي، انا بدي لك مهله من هنا لغايه بكره بالليل. فكر، فكر في اهلك، فكر في والدتك، انما اوعى تفكر انك تهرب. احنا مراقبينك كويس ونقدر نجيبك من تحت الارض. عندك مهله من هنا لبكره علشان تروح الحزب، تعترف وتسلم المسروقات وتريح ضميرك. مع السلامة يا أحمد. أنا ما اعترفتش، ما اعترفتش. اخرج قبل ما أغير رأيي. موتوني، عايزين يموتوني.
خلاص زمن الفقر انتهى، خلاص الدنيا بقت بتعدنا يا ابو حميد، خلاص خلاص يا ابني اذا كنت عائد. خلاص يا ديزه هنجيب لك احسن دكاتره، اعظم ادويه، احسن صيغه، الله، خلاص الدنيا بقت بتعدنا، خلاص خلاص يا ديزه خلاص. انا مش فاهمه حاجه يا ابني. حاضر هفهمك يا ديزه، بس استنى حلمكوا عليا شويه اما اخد نفسي. اولا عمي مات. البقية في حياتك يا ابني. خلاص يا تيتا ده حاجة ما تزعلش قوي قد كده، الراجل كان كبير وعيان الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه. ثانيا دي المهمة، بصوا لي قوي كده، شايفني؟ شايفني؟ أنا حسين أصبح يمتلك لوحده 170 فتان من أجود أطيان وجهه. مبروك عليك يا ابني. مبروك عليا؟ مبروك عليا إزاي؟ مبروك علينا كلنا، أنا حسين أخو أحمد وأخو نبيلة. على فكرة يا تيزا أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع مهم قوي، لكن معلش أصلا أنا أكسف أتكلم مع ستات. تعالى يا أحمد تعالى ما أتكلم معاك إلا قوم. تعالى تعالى يا ترى حسين هيقول لأحمد إيه؟ يعني هيقول له إيه؟ مبروك عليك يا حبيبتي. ليه يا أحمد عملت كده؟ أنا مش قلت لك من زمان تخليها على الله وهو يعدلها؟ كده تخلي الشيطان يلعب بعقلك؟ مفيش فايدة دلوقتي، أنا مش ناقص مواعظ، مش ناقص تحقيق. قول لي إيه رأيك؟ موافق؟ موافق طبعًا، الجواز هيكون بكرة بإذن الله. في حاجة تانية؟ أؤمر يا أحمد، إحنا إخوات وأهل. سامية واخواتها يا حسين. عيب يا احمد، وانا مش عارف منزلة سامية عندك دي في عينينا كلنا. متشكر يا حسين. ونينا مش عايزة تعرف حاجة ابدا، عاوزها تفرح بنبيلة زي ما كانت بتتمنى. تمام. وانت يا احمد هتعمل ايه؟ مالكش دعوة بيها، انا عارف هعمل ايه. علشان نهنيها. اهي اتفضل.
هاني لما نحضر الشربات سوا المعلمين. اي أيوة والله يا بنتي، عقبال ما اتعب لك فرحك يا سلمى. ايش يا تيزه؟ لا قولي لي يا نينا، انت عند زينب يا ابو احمد تمام. ربنا ما يحرمنيش منك. يا ما نفس ربنا يمد في عمري لما افرح فيك انت واحمد، بس على شرط تستنيه لما يخلص المدرسه وياخذ الشهاده.